السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة زوين وبنين. الوصفة ديال اليوم غادي نقدم لكم كور ديال الفخيز. كور ديال الفخيز اللي هو عبارة على كريم كنديروه في لي غاتو اللي كيكونوا بلا باتا سوكر، حيت كيف ما هو معروف لا باتا سوكر ما كنقدروش نديرو بزاف ديال لي كريم بحال لا شونتيي، بحال الماسكاربون، بحال لا موسلين. بزاف ديال الكريم ما كيصلحوش، كنعوضوهم بلي كور ديال لي فروي، وحتى لي مورسو دو فروي ما كيصلحناش نديروهم على ود لانتوكسيكاسيون. نبداو على بركة الله. كنحتاجو 500 غرام ديال الفريز، جوج معالق ديال المايزينا، جوج معالق ديال عصير الحامض، وجوج معالق ديال السكر. كناخدو هاد الفريز ديالنا، كنطحنوه في الكاس ديال مولينكس مع السكر. كيتطحن مزيان، ها هو الشكل ديالو. ما كنزيدو له لا ما لا حتى شي حاجه، غير الفريز والسكر. السكر باش كيحيد لينا شويه الحموضه ديال الفريز. دابا غادي ناخذ هاد مايزينا، غادي نزيدو عليها قياس ديال جوج معالق كبار ديال الحامض، وغادي نخلطهم مزيان بالفوي. كنبقاو نزيدوهم شويه بشويه على هاد الفريز، وكنطحنو كلشي. نزيد شويه بشويه، كنحاولوا اننا نطحنوه مزيان باش ما يبقى لناش الطرف ديال المايزينا او الحبيبات ديالها. الخليط اللي كنحصلوا عليه هو هذا، هاو الشكل ديالو. كنخويوه في كاسرونه وكنديروه فوق البوطه على عافيه كتكون مهيله حتى كيعقد الخليط ديالنا. ضروري نحركو باش ما يلصقناش في الكاسرونه. هو الخليط ديالنا حنا كنحركوه، كنبقاو كنحركو حتى كيعقد، ما خصناش كاع نحبسو من التحريك. كنستمرو في تحريك الخليط ديالنا، كنلاحظو بأنه بدا يتقال ولكن مازال ما واجدش، مازال خاصو يزيد شويه. الكور ديالنا ها هو عقد، دابا غادي نطفاو عليه ونخليوه يبرد تنشوفو الشكل النهائي ديالو. كيف كتشوفو الكور ديالنا ها هو واجد، غادي نخليوه يبرد ونديروه في الثلاجه حتى وقت الاستعمال ان شاء الله. هذا الكورت كنديروه في لي غاتو بحال انساغ، والاغلبيه كنستعملوه مع الكريم بوغ مورانغ سويس، حيت هو ما خاصوش يقاسنا لا باتا سوكر باش ما يديرناش فيها لوميديتي،
وكنديروه كوم ان سيرف في لي ماكارون، نقدروا نديروه في لي شو، عنده بزاف ديال الاستعمالات. ومازال ان شاء الله نديروا بزاف الوصفات اللي نحتاجو فيهم لي كورت، ونقدروا نديروا بزاف ديال الانواع ديال لي كورت ماشي غير الفريز، بزاف ديال الفروي. هاد لي كورت كنديروهم كبديل فاش ما كنقدروش نستعملوا لي فروي على حساب لو ريسك ديال لانتوكسيكاسيون. فاش كيكون لو غاتو غادي يجلس واحد المده طويله خارج من الثلاجه، ما نقدروش نديرو لي فروي هكا فري ولا لي مورسو، كنفضلوا اننا نستعملوا هادو. الى عجبكم الفيديو ديالي اشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.